السلام عليكم، صوت واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، صوت واضح. هلا بالأستاذ خالد. نصبر شوي ولا نبدأ المحاضرة؟ أتوقع الآن نبدأ المحاضرة. طبعا لا، ما تريد. لأنه خلاص الآن كم الوقت؟ الساعة 7. طبعا البروفيسور خالد غني عن التعريف. دكتور خالد أستاذ المحاسبة والإدارة المالية في جامعة بورسموث المملكة المتحدة، هاي وحاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعتي برمنغهام ومانشستر، بالإضافة أنه ألف أكثر من 250 بحث منشور، وكان ما يمسك كبير. محكم لأكثر من 250 بحث، بالإضافة إلى حصولي على العديد من الجوائز الدولية لإسهامي بالبحث العلمي. طبعا الجمعية مشكورين أعضاء مجلس الإدارة بالأخص اللجنة العلمية على إتاحة الفرصة هذه للمحاضرة. طبعا عندنا المحاضرة هذه مجانية، وأساس أنه للأعضاء أرجو الاشتراك يعني في العضوية، سواء كان إذا كان حاصل على شهادة البكالوريوس او الماجستير بالاقتصاد بامكانه ان يكون عضو عامل لحصوله على العديد من الدورات التدريبيه المجانيه، بالاضافه اذا كان غير تخصصه مختلف عن الاقتصاد بالامكان انه يكون عضو منتسب للجمعيه، بخصوص انه في الدورات الجايه او القادمه تكون مجانيه. الان يتفضل مشكور البروفيسور خالد. طبعا سيكون هناك استبيان بعد 40 دقيقه او 50 40 دقيقه او 45 دقيقه. ارجو الاستبيان هذا يوضع فيه اسمك الصحيح مع الايميل الرسمي لك، اساس ان نخرج الشهادات من نخرج الشهادات شهاده الحضور. فليتفضل مشكور البروفيسور خالد لإلقاء المحاضره. شكرا دكتور ممدوح. ممكن تعطيني الصلاحية عشان أعمل شير سكرين؟ اي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس جمعية الاقتصاد السعودية على دعوتي لإلقاء هذه الكلمة بخصوص النشر الدولي، وجزيل الشكر لجامعة الملك سعود وكل الباحثين والباحثات الحضور اليوم. إن شاء الله في هذه الندوة سوف أتحدث عن خبرتي بما يتعلق في النشر الدولي. سوف أجيب على مجموعة من الأسئلة قد تكون في ذهن الباحثين حول إجراءات البحث النشر الدولي وطرق كتابة البحوث العلمية بشكل يساعد بشكل كبير جدا في عملية النشر الدولي. في نهاية المحاضرة هيكون عندنا مجموعة من الأسئلة اختيار من المتعدد، بحيث إن نتأكد إن احنا فهمنا بعض الأجزاء المهمة في هذه المحاضرة. فإن شاء الله هتكلم في موضوعات محددة. سوف أتكلم على معايير النشر الدولي في البداية، ثم بعد ذلك سوف أتحدث عن معايير كتابة الورقة العلمية الجيدة، أو ما هي مكونات الورقة العلمية الجيدة. ثم بعد ذلك سوف أتحدث عن كيفية اختيار المجلة العلمية بشكل صحيح. ثم بعد ذلك سوف أتحدث عن كيف يمكن معرفة قواعد النشر داخل المجلة، وكيفية وضرورة اتباع الإرشادات الواردة على موقع المجلة قبل تسليم البحث إلى المجلة. وأخيرا سوف أتحدث عن عملية النشر الدولي نفسها منذ إرسال البحث إلى المجلة حتى وصول قرار من رئيس تحرير المجلة. كذلك سوف أتحدث عن الوسيلة المثلى للرد على تعليقات المحكمين وتعليقات رئيس تحرير المجلة. فلو بدأنا بالنقطة الأولى اللي هي معايير النشر الدولي، بنقول النشر الدولي أمر قد يكون سهل على بعض الباحثين أو صعب على بعض الباحثين الآخر. عملية الصعوبة والسهولة
بتكمن في مدى معرفتنا بالمعايير اللازمة للمساعدة في عملية النشر الدولي. فبنقول لو احنا عندنا بحث علمي وحابين ننشره في مجلة باللغة الإنجليزية وتكون مجلة دولية مصنفة، مجلة رصينة، محتاجين نتأكد إن احنا بنقدم في هذا البحث مجموعة من النتائج التي تتناسب مع اهتمام المجلة. فيجب أن يكون هناك توافق بين نتائج البحث واهتمام المجلة. بدون وجود هذا التوافق قد يصعب على الباحث إن هو ينشر في مجلة ما. فهنا بنقول لازم يكون نتائج البحث نفسها نتائج مفيدة لقراء المجلة، ويكون النتائج في ذات الوقت بتقدم أهمية لقراء هذه المجلة. علشان كده بقول للباحث دايما قبل ما ترسل البحث إلى المجلة بنشوف النطاق واهتمام المجلة، ومن خلال نطاق واهتمام المجلة ممكن أقرر إذا كنت أرسل بحثي إلى هذه المجلة أو أشوف أو أبحث عن مجلة أخرى. النقطة الثانية، حتى أستطيع نشر بحث في مجلة وخصوصا المجلات الدولية يجب التأكد من وجود مساهمة بحثية، ويجب أن تكتب هذه المساهمة البحثية بشكل واضح وصريح في مقدمة البحث. فمحتاجين فقرة واحدة على الأقل تتحدث عن المساهمة البحثية. مقصود بالمساهمة البحثية ما هو الجديد الذي قدمه الباحث أو الباحثة للمعرفة. فقد تكون الفجوة البحثية سد ثغرة موجودة في الدراسات السابقة فيما يتعلق بالمنهجية البحثية. فقد يكون بعض الأخطاء موجودة في المنهجية البحثية، فأنا كباحث بحاول أعالج هذه الأخطاء، وبالتالي بقدم مساهمة إلى المنهجية البحثية. قد تكون الفجوة البحثية عبارة عن مشكلة موجودة في الواقع العملي، وأنا من خلال بحثي بقدم ليها حل موضوعي، حل بحثي منطقي. فهنا بنقول الفجوة البحثية والمساهمة البحثية يجب ذكرها صراحة، لأنه بدون وجود مساهمة بحثية قد يصعب على الباحث النشر في مجلة دولية رصينة. المعيار الثالث من معايير النشر الدولي، يحتاج الباحث إلى توضيح الحافز من إتمام البحث. وأقصد هنا بالحافز أشياء كثيرة جدا. معنى لو أنا نويت إن أنا أدرس علاقة بين متغيرين، يجب أن يكون لدي حافز يدفعني إلى دراسة هذه العلاقة. فقد تكون هناك نظرية تقترح وجود علاقة بين المتغيرين، ولكن لا يوجد دراسات عملية أو تطبيقية تختبر هذه العلاقة. لو ركزت مثلا في دراستي على دولة معينة، لازم أذكر ما هو الحافز من التركيز على هذه الدولة. لو ركزت على قطاع مثلا زي قطاع البترول أو قطاع البنوك، ما هو الحافز من التركيز على قطاع البترول أو البنوك. حتى لو ركزت على فترة زمنية محددة، يجب علي ذكر الحافز من التركيز على هذه الفترة الزمنية. فالحافز البحثي أيضا يعتبر معيار مهم من معايير النشر الدولي. كذلك اختيار المنهجية المناسبة، يجب على الباحث التأكد من أن المنهجية التي تم اختيارها مناسبة لمشكلة البحث، وسوف تساعده في الإجابة على أسئلة أو تساؤلات البحث، وكذلك سوف تساعده على تحقيق أهداف البحث. فهنا لما بختار منهجية يجب علي أن أنا أشرح ما سبب وما سر اختيار هذه المنهجية، وإلى أي مدى تعتبر هذه المنهجية مناسبة لتحقيق أهداف البحث. بستخدم المنهجية وببدأ أشتغل في البحث بتاعي، بتطلع لي بعض النتائج. لما بيطلع لي نتائج البحث، المفروض إن أنا ببدأ أشرح من هي الجهات أو الجهة التي قد تستفيد من هذا البحث. فبعمل إيه؟ بعمل انعكاس لنتائج هذا البحث على الواقع العملي. بقول مثلا هذه النتائج قد يستفاد بها مدير الشركات، هذه النتائج قد يستفاد بها المستثمرين في بورصة الأوراق المالية، أو هذه النتائج قد يستفاد بها مثلا أصحاب المصلحة بصورة عامة. فهنا يجب بعد الحصول على نتائج للدراسة أشرح انعكاس هذه النتائج على الواقع العملي. المعيار الأخير من معايير النشر الدولي هي الكتابة الأكاديمية بشكل سليم وصحيح وسهل القراءة. هنا بنتكلم بشكل خاص على البحوث المنشورة باللغة الإنجليزية.
هنا بينافس الباحث العربي مجموعة كبيرة جدا من الباحثين على مستوى العالم، منهم اللغة الإنجليزية هي اللغة الأم. وبالتالي لو أنا حبيت إن أنا أنشر في مجلات دولية، محتاج أتأكد إن اللغة الإنجليزية التي تم استخدامها في متن البحث لغة إنجليزية سليمة، مكتوبة بشكل أكاديمي، سهلة القراءة والفهم من قبل القراء. طيب هنا بنقول يا ريت الباحث لو بيكتب بحث يكتبه باللغة الإنجليزية حتى لو كانت اللغة الإنجليزية ضعيفة. يعني لا أرشح للباحث إنه يقوم بترجمة أو يكتب البحث باللغة العربية ثم يترجمه باللغة الإنجليزية. بقول هنا يا ريت الباحث يكتب البحث باللغة الإنجليزية ثم بعد ذلك يستعين بمتخصص في اللغة الإنجليزية لمراجعة اللغة حتى يحسن من جودة الورقة العلمية. ولكن هنا الأكاديميك رايتنج من معايير النشر الدولي ليس المقصود به اللغة فقط، ولكن مقصود به أيضا محتوى الورقة العلمية. فهنا بنقول يجب على الباحث قراءة الأوراق العلمية حتى يتعلم ما هي محتويات الورقة العلمية المنشورة. فطبعا بنجد الورقة العلمية زي أي ورقة علمية سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، ولكن عندما نقرأ محتوى الورقة العلمية المنشورة في المجلات الدولية ممكن نجد عناصر أساسية موجودة في كل جزء من جزئيات الورقة العلمية. يعني على سبيل المثال، ودي النقطة التانية اللي هتكلم فيها، لما بنيجي نعد الورقة العلمية يجب التأكد أن عنوان البحث يعكس بشكل واضح وصريح مشكلة البحث وكذلك المساهمة البحثية المقدمة. يجب أيضا التأكد أن الأبستراكت أو مستخلص خالد. البحث. بس لو تعطي الهوست الأستاذة هديل، بس على أساس في ناس الآن ينتظرون القبول، أو أنك تقدر تقبلهم. أقبلهم، نعم أي نعم أقبلهم، الله يعافيك، لأنه في ناس كثير الآن ينتظرون القبول. الله يسعدك. أه تقدر تخليه مفتوح من السيتنج وخلاص، يعني ما يحتاج قبول عشان ما يشغلك. أي خله مفتوح. الله يسعدك يا بروفيسور خالد، والله شكرا ما شكرا. أعرف كيف. طيب دلوقتي نرجعها للأستاذة هديل وبعدين طيب ما فيش تكون. مشكلة. أي طيب، أنا أرسلت لك بالواتس بروفيسور خالد بس على أساس اسم الأستاذة هديل، على أساس تعطيه الهوست، بس على أساس تخليه مفتوح للكل، على أساس بالإمكان كل أن ينضم. تمام كده مع الأستاذة هديل الهوست. عذرا يا بروفيسوري شوي. ولا يهمك ولا يهمك. طيب هنستكمل المحاضرة دلوقتي. العنصر الثاني بتحدث فيه عن كتابة الورقة العلمية. فبقول بداية عند كتابة الورقة العلمية يجب التأكد أن عنوان البحث يعكس مشكلة البحث وأهم المساهمات البحثية المقدمة. بالنسبة لمستخلص البحث، هنا مستخلص البحث أو الأبستراكت بيكون حجمه قصير جدا، يتراوح بين 100 كلمة إلى 250 كلمة على حسب المجلة. فهنا المستخلص بيغطي 3 نقاط أساسية يجب أن يكونوا موجودين في أي مستخلص بحث. النقطة الأولى الهدف من إتمام البحث. النقطة الثانية
الوسيلة أو المنهجية التي سوف تساعدنا في تحقيق هذا الهدف، والنقطة الثالثة هي أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وبعد كده بيكون في بعض الكلمات الدلالية. نيجي بعد كده مقدمة البحث. لو نظرنا لمقدمة البحث في معظم المجلات الدولية بنجد أن مقدمة البحث تحتوي على مجموعة من العناصر اللي من وجهة نظري يجب أن تكون متوفرة في أي مقدمة بحثية. مثلا مقدمة البحث بتبدأ بخلفية عن البحث. في هذه الخلفية بيشرح الباحث بشكل مبسط جدا ما هي مشكلة البحث التي يسعى إلى إيجاد حل لها. بعد مشكلة البحث بنجد الباحث بيتكلم على الهدف من البحث Research Objectives. في كمان أسئلة البحث أو Research Questions. Research Motivation، ليه هو بيعمل هذا البحث؟ Research Importance، يجب عليه أيضا أن يعني يذكر المساهمة البحثية أو Research Contribution. بعد ذلك بيكون أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وأخيرا بيكون في فقرة عن هيكل البحث. فدي من وجهة نظري نقاط أساسية في المقدمة البحثية يجب أن تكون موجودة حتى يحكم على المقدمة البحثية أنها مقدمة بحثية جيدة. لو جينا لجزء تاني اللي هو الخاص بالدراسات السابقة، بنقول الدراسات السابقة يجب أن تذكر بشكل انتقادي critical. انتقادي معناه إيه؟ يعني يجب تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في الدراسات السابقة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بنقول الباحث وهو بيكتب الجزء الخاص بالدراسات السابقة يجب عليه أن يوضح التشابه والاختلاف. التشابه والاختلاف بين البحث الحالي وكذلك البحوث السابقة. ليه بيوضح التشابه والاختلاف؟ لأن الباحث محتاج في الدراسات السابقة يحدد الفجوات البحثية. ولو نجح الباحث في تحديد الفجوات البحثية يستطيع بسهولة أن يحدد ما هي المساهمات البحثية التي سوف تقدم في هذا البحث لتغطية هذه الفجوات البحثية. فيعتبر الجزء هنا مهم جدا. وبنقول بس للباحث بحيث لما كافي تكتب صح؟ وبنقول للباحث لما تكتب الجزء الخاص بالدراسات السابقة يجب عليك التأكد من أخذ كل الدراسات السابقة المرتبطة ارتباط مباشر بموضوع البحث محل الحسبان، وخصوصا المقالات المنشورة في المجلات الرصينة. طبعا لو احنا بنكتب البحث في 2023 هذا العام، يفترض ان يكون الدراسات السابقة في هذا الجزء من المقالة شاملة كل الدراسات حتى أحدث الدراسات المنشورة في مجال التخصص. نيجي بعد كده لو كان البحث كمي والباحث بيعتمد على إعداد بعض الفروض البحثية، بنقول هنا يا ريت الفرد البحثي يكون معتمد على 3 حاجات. الحاجة الأولى اللي هي النتائج الدراسات السابقة. الحاجة الثانية الأطر النظرية المستخدمة. الحاجة الثالثة الدولة محل الاعتبار. بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنا بدرس علاقة بين حوكمة الشركات والأداء المالي، هل العلاقة سلبية أم العلاقة إيجابية؟ بنقول أفضل وسيلة لعرض الفرد البحثي إن أنا أشوف الدراسات السابقة. طيب الدراسات السابقة وجدت علاقات إيجابية أو علاقات سلبية أو لا يوجد علاقة، ففي تضارب في الدراسات السابقة. في الحالة الثانية أبدأ أشوف النظريات، بجد مثلا نظرية زي نظرية الوكالة قالت العلاقة بين المتغيرين علاقة إيجابية. طيب النقطة الثالثة بقول أنا بقى لازم أشرح كباحث ليه أنا بعتقد أنه يوجد علاقة إيجابية بين المتغيرين في الدولة محل الدراسة. فلو عندي أسباب قد يكون من الأفضل ذكرها علشان أقول أنا بقترح العلاقة إيجابية بسبب وجود هذه العلاقة في هذه الدولة بشكل خاص. لو جينا بعد كده المنهجية البحثية، لما نيجي نكتب المنهجية البحثية لازم نقنع القارئ إن إحنا اخترنا المنهجية البحثية السليمة والمناسبة للبحث. وبالتالي بصرف النظر اخترت منهجية كمية أو منهجية نوعية، يجب تبرير المنهجية التي تم اختيارها. بالنسبة لمعايير اختيار عينة الدراسة يجب أيضا تبرير وتفسير أسباب اختيار عينة معينة وما هي معايير اختيار هذه العينة. بالنسبة للفترة الزمنية يجب تبرير أيضا اختيار فترة زمنية معينة. يجب شرح خطوات تجميع البيانات بحيث خطوات واضحة بحيث لو أي باحث في المستقبل حب يتبع يعني يقوم بنفس الخطوات يصل إلى نفس النتائج.
كذلك يجب ذكر مصدر الحصول على البيانات. وأخيرا يجب أيضا تحديد متغيرات البحث من ناحية تعريف المتغير، طريقة القياس وكيف تم قياسه، وهل هذا المتغير متغير تابع أو مستقل أو متغير من المتغيرات الحاكمة. فهنا بنقول في الريسيرش ميثود محتاج الباحث يدي تفاصيل علشان يزود ويؤكد من مصداقية النتائج التي توصل إليها الباحث. بعد ذلك بيبدأ الباحث بيعمل التحليل، سواء تحليل كمي أو تحليل نوعي. لو كان تحليل كمي بيقوم الباحث بربط النتائج بالفروض البحثية، وبيذكر في النهاية إذا تم قبول أو رفض الفروض البحثية. إذا كان بحث نوعي بيبدأ الباحث يقدم إجابة على الأسئلة البحثية. في حالة البحث الكمي بيدعم الباحث النتائج بالنتائج التي توصل إليها من التحليل الإحصائي. بنجد مثلا كل البحوث الكمية فيها جداول، فبيقول لك مثلا جدول رقم واحد بيبين علاقة الارتباط بين متغير كذا ومتغير كذا، درجة الارتباط مثلا إيجابية، والارتباط بينهم ارتباط معنوي. في البحوث النوعية مفيش جداول، ولكن ممكن في البحوث النوعية بياخد الباحث نص مقتبس من البيانات التي تم تجمعها خلال المقابلة الشخصية ويستعين بها في الجزء الخاص بالإمبيريكال أناليس. فده الجزء من الأجزاء المهمة اللي بتوضح للقارئ الاستخدام الجيد للمنهجية البحثية لتحقيق أهداف البحث. فهنا بيوصل الباحث لمجموعة من النتائج. النقطة اللي بعد كده يجب على الباحث مناقشة هذه النتائج، لأن ده جزء مهم جدا في الأوراق البحثية ذات التصنيف العالي. بنقول هنا لا تكتفي فقط بعرض النتائج الخاصة بالبحث سواء نتائج كمية أو نوعية، ولكن يحتاج الباحث أيضا إلى شرح هذه النتائج. فيقوم هنا الباحث بربط هذه النتائج بالدراسات السابقة. فبيقول الباحث إلى أي مدى تتفق النتائج مع الدراسات السابقة أو تختلف عن الدراسات السابقة. إذا كانت تتفق الباحث يحتاج يشرح ما هو الشيء الجديد اللي قدمه، لأن ممكن لو قلت النتائج بتاعتي تتفق مع الدراسات السابقة ممكن حد يقول لي طب إيه المساهمة البحثية؟ إيه الجديد اللي أنت قدمته؟ طيب لو النتائج بتاعتي تختلف عن نتائج الدراسات السابقة يجب علي أن أشرح سبب الاختلاف. فبصرف النظر النتائج تختلف أو تتفق يجب شرح أسباب الاتفاق أو أسباب الاختلاف مع الدراسات السابقة. كذلك يجب الربط مع الأطر النظرية المستخدمة. لو أنا قلت نظرية الوكالة إلى أي مدى بحثي أو نتائج البحث تتفق أو تختلف مع نظرية الوكالة. أخيرا يجب أيضا مناقشة النتائج في حدود الدولة محل الاعتبار. لو قلنا مثلا حوكمة الشركات تؤدي إلى زيادة الأداء المالي في البنوك المصرية على سبيل المثال، يجب علي أن أذكر لماذا العلاقة بين الحوكمة والأداء في البنوك في مصر بشكل خاص علاقة إيجابية. فهنا بنقول نشرح العلاقة في حدود الدولة محل الدراسة. بعد الدسكشن بيبدأ الباحث بيعرض الخاتمة. في الخاتمة الباحث بيحاول يقدم إجابة مختصرة للسؤال البحثي. ففي سؤال بحثي في الانترودكشن بنحاول نجاوب عليه في الخاتمة، ثم بعد ذلك بنشرح انعكاس هذه النتائج على الواقع العملي. من هم أصحاب المصلحة اللي ممكن يستفادوا من هذه النتائج؟ ثم بعد ذلك بنشرح حدود البحث أو research limitations، وأخيرا بنجد أن المقالة بتنتهي بمجموعة من الأفكار البحثية المقترحة للباحثين. بنقول هنا الباحث بيعرض قائمة المراجع في نهاية البحث. طبعا أي مرجع تم الاعتماد عليه بيكون موجود في قائمة المراجع في نهاية البحث، ويفضل أيضا أن الباحث يعتمد على المراجع المنشورة في المجلات الرصينة إذا كان يرغب في نشر بحثه في أحد المجلات الرصينة. طيب كده البحث اتكتب، بيبدأ الباحث يسأل نفسه بعد ما كتبت البحث إيه هي المجلة المناسبة اللي ممكن أنشر فيها هذا البحث. وجهة نظري الشخصية إن أفضل مجلة مناسبة لنشر البحث هي المجلة التي تم الاعتماد على بحوثها المنشورة داخل متن البحث نفسه. بمعنى إيه؟ بمعنى بقول للباحث بعد ما تنتهي من كتابة البحث انظر إلى قائمة المراجع وشوف طيب عدد
المرات التي تم الاستشهاد بمجلة معينة. فمثلا عندي مجلة اسمها مجلة إيه، مجلة إيه عملت استشهاد لبحوثها 10 مرات، وفي مجلة بي 5 مرات. فالطبيعي يكون الهدف إن أنا أنشر بحث في مجلة إيه، لأن هي المجلة اللي فيها أكثر نسبة استشهاد ببحوثها داخل البحث الخاص بي. بس بقول للباحث هنا كمان، يا ريت قبل ما تعمل سبمشن وتسلم بحثك للمجلة محتاج تشوف الإيم والسكوب الخاص بالمجلة، هدف ونطاق المجلة. لأن أحيانا تكون أنت عامل استشهاد كتير جدا لمجلة معينة، ولكن المجلة مثلا ما تكونش مهتمة بالدول النامية، بحوث الدول النامية، وبالتالي هتستبعد هذه المجلة. فمحتاج تتأكد إن البحث بتاعك يتناسب مع نطاق واهتمام المجلة. أيضا بيحاول الباحث قبل ما يرسل البحث المجلة يتأكد إن المجلة مش مجلة مفترسة أو مجلة وهمية. يعني إيه مش مجلة وهمية؟ محتاجين نتأكد إن المجلة ديت فعلا معروفة عالميا، المجلة ديت مثلا بيتم فيها تحكيم فعلي. محتاجين أيضا نتأكد إن المجلة نعرف من خلال موقع المجلة إيه هو الوقت اللي ممكن خلاله أحصل على رد من المجلة أو قبول من المجلة. محتاجين أيضا نعرف معامل التأثير الخاص بالمجلة. طبعا بنهتم أيضا بتصنيف المجلة، هل المجلة مصنفة في الـ ABS أو الـ ABDC أو سكوبس أو ISI أو WOS. بنشوف إيه هو التصنيف اللي مصنفة فيه المجلة قبل ما نرسل بحثنا لهذه المجلة، لأن لو أرسلنا بحثنا لمجلة ضعيفة أو مجلة غير معروفة ده بيعتبر إهدار كبير جدا للوقت والجهد في مجلة قد لا تفيدك ولا تفيد القراء في المستقبل. هنا بنقول يا ريت الباحث لما يعمل إرسال بحث للمجلة يلتزم أنه يرسل البحث للمجلة واحدة فقط، لأنه ممنوع على الباحث يرسل البحث نفسه لأكثر من مجلة في نفس الوقت. طيب بعد كده الباحث كمان لما بيحدد المجلة لازم يكون على دراية بالتعليمات والإرشادات اللي موجودة على موقع المجلة. بنقول للباحث مجرد ما حددت المجلة يا ريت تحاول تقرأ بعض البحوث المنشورة حديثا في هذه المجلة، وخصوصا البحوث المرتبطة بفكرة بحثك. كذلك إذا تعرف بعض الباحثين اللي هم نشروا في نفس المجلة يمكنك استشارة الباحثين خبرتهم في النشر في المجلة، هل هي خبرة جيدة أم خبرة سيئة. ثم بعد ذلك بنتبع التعليمات أو الإرشادات الخاصة بكتابة البحوث الموجودة على موقع المجلة. كذلك بنقول الباحث يا ريت تشوف مين هو رئيس تحرير المجلة ونائب رئيس تحرير المجلة، وهل هما ناس موثوق فيهم، وهل الناس ديت عندها فعلا ريسيرش او عندهم بحوث علميه ولا ما عندهمش بحوث علميه. وفي الحاله دي لو عندهم بحوث علميه وعندهم بحوث مرتبطه بفكره بحثك يا ريت تعمل استشهاد لهذه البحوث حتى تزيد من فرصه قبول البحث. طبعا قبل ما نرسل البحث للمجله بنتاكد اذا كان في بحوث مرتبطه بفكره البحث منشوره في نفس المجله بنحاول نعمل لهذه البحوث استشهاد. طيب بعد كده انا دلوقتي جاهز ان انا ارسل البحث للمجله. فعلشان ارسل البحث للمجله لازم اكون عندي درايه بامور كثيره جدا. الامر الاول لازم يكون عندي درايه بحاجه اسمها كفر ليتر، خطاب بيرفق مع البحث اثناء ارسال البحث للمجله. الحاجه الثانيه لازم اتاكد ان انا اتبعت التعليمات الخاصه بالمجله وراجعت البحث من الناحيه العلميه ومن الناحيه اللغويه. الحاجة الثالثة محتاج أكون متأكد إن أنا فاهم إجراءات عملية النشر الدولي من البداية إلى النهاية. الحاجة الرابعة محتاج برضه أكون على دراية بأنواع القرارات اللي بيتخذها رئيس تحرير المجلة. الحاجة الخامسة محتاج إن أنا أكون على دراية بالوسيلة المثلى للرد على رئيس تحرير المجلة والمحكمين بالمجلات الدولية. طيب أول حاجة نتكلم عليها الكفر ليتر. ايه المقصود بالكفر ليتر؟ الكفر ليتر هنا هو عبارة عن خطاب انا بكتبه بوجهه لرئيس تحرير المجلة. الخطاب ده بيكون فيه فرصة كبيرة ليك كباحث انك تعمل تسويق للورقة العلمية، بتشرح فيه الى اي مدى تتفق ورقتك العلمية مع نطاق المجلة. كمان ممكن تشرح فيه المساهمة البحثية المقدمة في هذه الورقة العلمية. بتبدأ تسوق للورقة العلمية بحيث تزيد من فرصة قبول
رئيس تحرير المجلة لهذه الورقة وإرسالها محاكمين. كذلك في الكفر ليتر بنذكر ممكن لو سمحت الناس اللي بتتكلم بس مجتهدين كثيرين الأصوات المايكات أو أخذ الهوست أنا أسوي ميوت. طيب تمام. في الكفر ليتر بنقول بنحاول نسوق للورقة العلمية والمساهمة العلمية واتفاق الورقة العلمية مع أهداف المجلة، وكذلك بنحاول كمان إن احنا نقترح بعض المحكمين للورقة العلمية علشان نزود ونسرع من عملية النشر الدولي. أيضا ممكن في الكفر ليتر نكتب أسماء المحكمين الذي لا نرغب إرسال الورقة إليهم، بمعنى لو أنا مثلا أعرف أستاذ معين وبيني وبينه مشاكل وهو خبير في الاريا الخاصة بالبحث بتاعي، فلو أرسلت بحثي للمجلة في احتمال كبير جدا ترسل هذه الورقة إلى هذا الأستاذ. فهنا بقول في الكفر ليتر، هنا يفضل إن أنا أحاول إن أنا أذكر هذا الأستاذ وأقول يا ريت بحثي لا يرسل إلى هذا الأستاذ. تعملوا دكتور ميوت اول. دكتور خالد لو تعملوا ميوت اول. مش عارف والله منين، مش شايف اي شيء بيقول لي ميوت اول. عند البارتيسيبنت ضغط البارتيسيبنت تمام. يرات طيب تمام، بارك الله فيك. فده نموذج الخاص بالكفر ليتر اللي احنا بنرسله مع الورقة البحثية. في الفقرة الأولى بقول أنا برسل ورقة بحثية إلى مجلة كذا، في الورقة الثانية بعمل الجزء التسويقي للورقة المالية للورقة البحثية بتاعتي، بقول إن بحث جديد، البحث ده بيقدم مساهمة بحثية جديدة لمجال مثلا المحاسبة، ثم في جملة أو في اتنين بقول ما هي هذه المساهمة، وبقول كمان إن نتائج البحث لم تنشر في مكان آخر. في الفقرة الثالثة بأكد بقول إن هذا البحث بحث جديد لم ينشر من قبل، وكذلك لم يرسل في نفس الوقت إلى مجلة أخرى في الوقت الحالي. فده الشكل المبسط للكفر ليتر اللي إحنا ممكن نرسله إلى أي مجلة علمية. في شكل آخر ممكن نستخدمه، هذا الشكل مقترح عن طريق الإندر ساينس، اللي فيه ممكن نقترح بعض المحكمين. فلو شفنا النقطة رقم 4 بكتب اسم المحكم، عنوانه، إيميله، تخصصه، وأهم شيء بكتب علاقتي مع هذا المحكم. يفترض ما يكونش فيه أي علاقة شخصية، ولكن ممكن يكون أستاذ قابلته في أحد المؤتمرات التمست فيه إن هو إنسان ممكن يكون عادل على الأقل في عملية التحكيم، أو أثنى على شغلي أثناء أحد المؤتمرات فممكن أحدده كمحكم. فكده البحث كامل، عندي الورقة البحثية وكذلك عندي الكفر ليتر، ببدأ عملية النشر الدولي. الشكل اللي قدامنا دوت عبارة عن دراسة تمت في 2012 على 38 دراسة بتشرح بشكل عام مراحل النشر الدولي من البداية إلى النهاية. بيقول في البداية أنت كباحث بتعمل إيه؟ في البداية أنت كباحث بتقدم البحث بتاعك. لما يتقدم البحث بيكون رئيس تحرير المجلة محتاج وقت علشان ياخد قرار من اتنين. القرار الأول إن هو يبعت البحث لمحكمين لعمل تحكيم، القرار الثاني إن هو يرفض البحث. فهنا القرار بياخد تقريبا 7 أيام. في خلال 7 أيام رئيس تحرير المجلة لازم ياخد قرار يا إما بإرسال البحث إلى محكمين أو برفض البحث. طب لو أرسل البحث إلى محكمين عندنا أكثر من احتمال. احتمال البحث ياخد اكسبتنس، طبعا رئيس تحرير المجلة بيرسل البحث إلى 2 محكمين، أحيانا أكثر من 2 وليكن مثلا 3.
فلو الاثنين محكمين اوصوا بقبول البحث يتم قبول البحث، لو الاثنين محكمين اوصوا برفض البحث بيكون البحث مرفوض. احيانا بيكون عندنا القرار ريفايز اند ريسبمت، ماينر ريفايز اند ريسبمت بمعنى تعديلات طفيفه على البحث، او يكون القرار ميجر ريفايز اند ريسبمت تعديلات جوهريه على البحث. طيب هنا احيانا بعض الباحثين عندما يصل الى مرحله تعديلات، احيانا قد تكون التعديلات صعبه او غير منطقيه او تعجيزيه او تستغرق وقت طويل جدا، فالباحث لما بياخد القرار التعديلات ممكن ينسحب، ففي الدراسه دي اتقال في حوالي 10.5% انسحبوا، او ممكن يشتغل في التعديلات ويعيد ارسال البحث مره اخرى، فهنا بيعمل ريسبمشن بعد ما ينتهي من اعداد البحث. بعد ما الباحث بيعمل ريسبمشن، البحث احتمال يوصل لمرحله الاكسبتنس، طبعا لو كان المحكمين راضيين عن النسخه المعدله من البحث، او ان البحث ياخد ريجكشن، وده اذا كان المحكمين ورئيس تحرير المجله غير راضيين على مستوى البحث بعد التعديلات. لو شفنا الجدول الصغير اللي تحت ده هنلاقي الاكسبتنس ريت 21%، هل ده كبير او صغير؟ طبعا الاكسبتنس ريت بالمجلات الدوليه بتتراوح بين 5% الى 20%، وكل ما كان الاكسبتنس ريت منخفض كل ما كان جوده المجله العلميه عاليه. فبنجد مثلا المجلات اللي هي مصنفه كيو 1 بنجد الاكسبتنس ريت فيها 5%، في يو 2 ممكن تكون 10% وهكذا. فدايما الاكسبتنس ريت منخفض، وبالتالي الباحث محتاج يتعلم مهارات النشر الدولي حتى يزيد من فرصه قبول البحث. طيب ايه اللي بيحصل فعليا لما الباحث بيرسل البحث الى المجله؟ طيب هنا على لما فكرة بيرسل، نقطة ضعيفة. لا انا عملت ميوت لكل الناس بس لسه برضو فيه دكتور حسن. طيب لما الباحث بيرسل البحث الى المجله، ماذا يحدث عند ارسال البحث للمجله؟ اول حاجه عند ارسال البحث الى المجله، في مسؤولين داخل المجله اللي هم موظفين في المجله بيراجعوا البحث، فلما بيراجع البحث بيشوف هل البحث المسلم يتفق مع نطاق المجله او لا يتفق مع نطاق المجله. النقطه الثانيه بيراجع البحث بيشوف هل الباحث التزم بالتعليمات الخاصه بكتابه البحث الموجوده على موقع المجله او لا. إذا كان الباحث لم يلتزم، ممكن مكتب المجلة يرسل إلى الباحث ويطلب منه الالتزام بتعليمات المجلة. كذلك يبحث مكتب المراجعة بتاع المجلة بيشوف كمان نسبة التشابه مع البحوث الأخرى اللي هي السيميلاريتي. بندخل البحث على تيرنت إن ونشوف النسبة هل هي فوق ال 20% أو أقل 20%، وما أسباب هذه النسبة، وكذلك بيتم اتخاذ قرار بخصوص نسبة التشابه الكتب في التقرير. ينظر أيضا الإديتوريال أوفيس إلى الكفر ليتر بيشوف هل الباحث ذاكر أسماء محكمين ولا لأ، هل هو بيوصي بإرسال البحث إلى بعض المحكمين أو لا يوصي بإرسال البحث إلى محكمين آخرين. ثم بعد ذلك بيرسل تقرير مفصل إلى رئيس تحرير المجلة بالملاحظات التي حصل عليها. بعد كده بيحصل إيه؟ بيجي رئيس تحرير المجلة بيقرأ البحث نفسه، وعند قراءة البحث بيعمل إيه؟ بيبدأ يسأل مجموعة من الأسئلة، هذه الأسئلة تساعد رئيس تحرير المجلة في اتخاذ القرار بخصوص إرسال البحث إلى محكمين أو رفض البحث. ايه هي الاسئله اللي بيحاول رئيس تحرير المجله ايجادها في البحث في مرحله القراءه؟ اول شيء بيشوف هل البحث بيقدم فكره بحثيه جديده ام لا؟ هل البحث يوجد به مساهمه بحثيه؟ هل في اطار نظري جديد؟ هل الدراسات السابقه شامله وحديثه؟ هل الباحث استخدم المنهجيه البحثيه المناسبه؟ هل النتائج نتائج جديده وذات أهمية في الواقع العملي؟ هل البحث مكتوب بشكل جيد أم لا؟
فهنا دي مجموعة من الأسئلة بنقول الباحث يا ريت تسألها نفسك قبل ما ترسل البحث إلى المجلة، لأن دي معايير بناء عليها البحث هيرفض بدون إرساله للتحكيم أو هيرسل إلى محكمين. طيب يا ترى إيه هي أهم القرارات اللي بيتخذها رئيس تحرير المجلة بناء على رحلته في عملية النشر الدوري؟ هنا الشكل اللي قدامنا بيقول قدامنا 7 قرارات مختلفة بيقوم بها رئيس تحرير المجلة. القرار الأول ديسك ريجكشن، القرار الثاني ديسك ريجكشن ويز ميجر ديفلوبمنت ريكوايرد، يعني رفض مكتبي ده الأول، الثاني رفض مكتبي مع طلب تعديلات جوهرية، القرار الثالث اكسبتنس وذاوت اني كوركشن، قبول البحث بدون أي تعديلات. وطبيعي بيحصل قبول البحث بدون أي تعديلات إمتى؟ بعد إجراء تعديلات طفيفة وبعد إجراء تعديلات جوهرية. القرار الرابع بنسميه conditional acceptance أو قبول مشروط. القرار الخامس بنسميه revise and resubmit، يعني إعادة تعديل في عمل تعديل في الورقة وإعادة إرسالها إلى المجلة. القرار السادس رفض rejection. القرار السابع rejection and invitation to resubmit a new manuscript. فدي 7 قرارات المختلفة اللي احنا بناخدها في الحسبان عند إرسال البحث للمجلة. فدلوقتي هتكلم عليه، هتكلم على ما معنى كل قرار، أسباب كل قرار، وكيف يمكن التعامل مع كل قرار من القرارات الـ7. نيجي للقرار الأول ريجكشن أو ديسك ريجكشن. ديسك ريجكشن أو رفض مكتبي معناه إيه؟ معناه إن البحث تم رفضه من قبل رئيس تحرير المجلة أو أحد مساعديه بدون إرساله إلى محكمين. طب يا ترى ليه البحث يرفض بدون إرساله إلى محكمين؟ في أسباب كثيرة جدا، في أسباب قد تتعلق بطبيعة البحث نفسه، إن البحث نفسه لا يتفق مع نطاق المجلة. يعني ممكن يكون بحثك ممتاز ولكن المجلة ليست مهتمة بمثل هذه الموضوعات. فده سبب من الأسباب، وأيضا قد يرفض البحث إذا كان البحث به خلل علمي كبير، بالتالي يرفض البحث. هنا ديسك ريجكشن بيعتبروه من القرارات العادلة جدا لأنه بيصدر في خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام. منها بنخفف العبء على المحكمين، وكذلك بالنسبة للمؤلف لن ينتظر كثيرا إذا كان يوجد خلل في البحث بيرفض البحث، حتى نعطي الفرصة للباحث إلى معالجة هذا الخلل وإرسال البحث إلى نفس المجلة أو مجلة أخرى. ولكن طبعا احنا محتاجين نفهم برضو يا ترى ايه هي الاسباب التي قد تؤدي الى الرفض المكتبي. طبعا في دراسات كثيره جدا تحدثت عن موضوع الرفض المكتبي او الديسك ريجكشن واسبابه. هنا مجموعه من الاسباب، السبب الاول عدم التوافق بين نطاق وهدف المجله مع نطاق وهدف البحث. فهنا دي مشكله البحث، يجب على الباحث التاكد من عمليه التوافق بين بحثه ونطاق المجلة. البحث لو سلم إلى مجلة خارج اهتمامه بيرفض البحث مباشرة. أحيانا أيضا المجلة بيكون عليها ضغط كبير جدا من عدد السبمشن، فأحيانا رئيس تحرير المجلة إذا وجد الباحث لم يلتزم بالإرشادات الشكلية لإعداد البحث بيرفض البحث. النقطة الثالثة بتقول يرفض البحث إذا كان لا يوجد به حداثة. النقطة الرابعة يرفض البحث إذا كان يوجد به خلل في الجانب النظري. النقطة الخامسة بتقول يرفض البحث إذا كان الباحث لم يشير إلى الدراسات المنشورة بنفس المجلة والتي لها علاقة مباشرة بفكرة البحث. النقطة اللي بعد كده بتقول قد يرفض البحث إذا كان هناك خلل كبير في المنهجية البحثية أو في تفسير نتائج البحث، أو إذا كان البحث مكتوب بشكل سيء، فهنا بنتكلم على الكتابة الأكاديمية سيئة، أو يرفض البحث لسبب يتعلق بأمور أخلاقية. إيه الأمور الأخلاقية؟ هنا بنقول نسبة تشابه، نسبة تشابه بحثك مع البحوث الآخرين نسبة كبيرة جدا بدون الإشارة إلى هذه البحوث، فيرفض البحث في هذه الحالة. أو أحيانا التشابه الذاتي، التشابه الذاتي معناه إيه؟ معناه أنا نشرت بحث باسمي والبحث اتنشر بالفعل، ولكن أخذت منه جزء ونشرته مرة تانية في بحث آخر. فلما يكتشف هذا الأمر
على الرغم ان انا مؤلف البحث الاول، الا انه بيعتبر تشابه ذاتي فايضا يرفض البحث. وكذلك يرفض البحث اذا كان البحث تم تقديمه الى اكثر من مجله في نفس الوقت، ودوت سهل اكتشافه في الوقت الحالي وبالتالي يرفض البحث. يبقى السؤال، لو رفض البحث رفض مكتبي، المفروض انا اعمل ايه كباحث؟ انا كباحث المفروض اخلي علاقتي طيبه مع رئيس تحرير المجله، فاذا وصلني رفض لا يوجد اي داعي ان انا ارسل اي ايميل في عداء او جزء من الغضب اشير اليه في هذا الايميل الى رئيس تحرير المجله. لازم احترم رئيس تحرير المجله واقدر وقته وجهده في الرد عليا خلال فتره وجيزه. الحاجه الثانيه، انا كباحث يجب عليا ان افهم اسباب الرفض. اذا كان الرفض بسبب عدم التوافق بين هدف بحثي وهدف المجله، لما اجي ابحث عن مجله اخرى يجب التاكد من وجود هذا التوافق. ولكن اذا كان الرفض بسبب خلل علمي في موضوع البحث، يجب علي ان انا اعالج هذا الخلل العلمي قبل اعاده ارسال البحث الى مجله اخرى. بعض المجلات بتقول لك لو بحثك رفض غير مصرح ليك انك تعدل وترسل البحث مره اخرى الى نفس المجله. فهنا بنقول لو البحث رفض نتيجه بعض الاخطاء اللغويه او بعض الاجزاء العلميه، بنعالج الحاجات ديت ويا ريت نرسله الى مجله اخرى لو كان المجله اللي رفضت البحث لا تستقبل البحوث المرفوضه سابقا. القرار الثاني اللي هو ديسك ريجكشن، رفض مكتبي with major redevelopment required. هنا رئيس تحرير المجلة إنسان بيكون متعاون جدا، بيقول لك بحثك فيه نقاط قوة وفيه نقاط ضعف، ولكن نقاط الضعف قد تؤدي إلى رفض البحث، وبالتالي بيدي لك حل وسط جميل جدا. بيقول لك أنا هعطيك فرصة إن أنا أعرفك من وجهة نظري ما هي نقاط الضعف الموجودة في البحث، وأعطيك فترة زمنية إنك أنت تعالج هذه النقاط، وبيرحب بيك ويقول لك يا ريت بعد ما تعالج هذه النقاط ترسل البحث مرة أخرى إلى نفس المجلة ثم يرسل هذا البحث إلى محكمين. طيب، فهنا في فرصة كبيرة جدا لك كباحث إنك تاخد هذا العرض، إنك أنت تشتغل على التعديلات المطلوبة وتعالج كل النقاط التي تم ذكرها وتعيد إرسال البحث إلى نفس المجلة. ولكن بحثك رفض، فأنت عندك الأوبشن الآخر اللي هو إنك ممكن ترسل البحث إلى مجلة أخرى. طيب، لو أنت قررت إنك ترسل البحث إلى نفس المجلة التي تم رفض بحثك بها، المفروض تعمل إيه؟ المفروض تبين لرئيس تحرير المجلة إنك أنت عالجت كل نقاط الضعف الموجودة في التقرير والتي كانت سبب في الرفض. فهنا بقترح هذا الجدول البسيط، بقول فيها يا ريت الباحث يكتب تعليقات التي حصل عليها من رئيس تحرير المجلة، ويشرح كيف تم الرد على كل تعليق من هذه التعليقات، وأين تم الرد على هذه التعليقات. فهنا جهزت هذا الجواب وعدلت البحث برسله إلى رئيس تحرير المجلة. أغلب الظن البحث هيرسل إلى محكمين، وفرصة قبول البحث أو حصوله على تعديلات طفيفة بتكون كبيرة في هذه الحالة. القرار الثالث اللي هو acceptance without any correction، هقول مرة تانية، هذا القرار بيتم بعد إجراء تعديلات جوهرية أو طفيفة، فما فيش حد في مجلة من المجلات الكبيرة بيأخذ مباشرة قرار بقبول البحث، ولكن في الغالب بيكون تعديلات جوهرية ثم طفيفة ثم قبول للبحث. طيب، هنا لو أنا جالي القرار دوت في مرحلة من المراحل بعد إجراء التعديلات الجوهرية والطفيفة تم قبول البحث، المفروض أعمل إيه؟ طبعا المفروض أفرح، يعني أول شيء بكتب إيميل شكر لرئيس تحرير المجلة. بنجد الباحثين في المجلات الدولية بيكتبوا كلمة فقرة للشكر بيشكر فيها المحكمين وبيشكر فيها رئيس تحرير المجلة علشان هم عطوله تعديلات أو تعليقات حسنت من جودة البحث وزودت فرصة قبوله في هذه المجلة. كذلك بنقول لو البحث قبل ممكن نعمل بروف ريدنج، نراجع اللغة الخاصة بالبحث، وإذا وجدنا أي أخطاء بشرية، أخطاء خاصة باللغة، بنخبر بيها رئيس تحرير المجلة إن إحنا وجدنا خطأ وحاول نصلحه. كذلك الباحث ممكن يعدل بياناته لو هو اتنقل من جامعة لجامعة أو غير الإيميل بتاعه مثلا. بعد ما بتسلم البحث النسخة النهائية
بالناشر او دار النشر تبعت لك الكوبي رايت عشان تعمل لها ساين، بتمضي على الكوبي رايت، وقبل نشر البحث مباشره بيرسل الناشر او دار النشر نسخه نهائيه من البحث قبل نشرها. فاحيانا بيكون الناشر عنده بعض التعليقات على بعض النقاط الطفيفه داخل البحث، بيطلب منك اجراء بعض التعديلات عليها قبل نشر البحث بشكل نهائي. مجرد ما نشر البحث كده وصلنا للمرحلة النهائية لهذا البحث. ده في حالة القرار اللي هو acceptance. القرار الرابع اللي احنا ليه مسميين، المسمى الأول conditional acceptance اللي هو قبول مشروط، المعنى الثاني اللي هي minor revision أو تعديلات طفيفة، minor revise and resubmit. ده مثال من الأمثلة اللي جات لي في أحد الأيام، إن رئيس تحرير المجلة بيقول لي أنا موافق إن أنا أقبل هذا البحث، ولكن عندي بعض التعديلات الطفيفة. هذه تعديلات المحكمين. المحكم الأول طلب مني إن أنا أحسن من الموتيفيشن أو الحافز البحثي، أذكر الحافز البحثي بشكل أوضح. المحكم الثاني كان عنده 3 ملاحظات. الملحوظة الأولى قال لي محتاج تعمل ديسكشن أو مناقشة لحدود البحث. الملحوظة الثانية محتاج تعمل ديسكشن الأفكار البحثية الجديدة. والملحوظة الثالثة قال لي أنا مازال اللغة عندي كونسيرن فيها، فطلب مني إن أنا أحسن من لغة البحث. هنا في الحالة دي أنا عندي فرصة كبيرة جدا لقبول البحث، لأن أنا عندي accept subject to minor correction أو قبول خاضع إلى بشرط إجراء بعض التعديلات الطفيفة. فهنا بعمل إيه؟ نفس الكلام، مدام accept ببعت إيميل لرئيس تحرير المجلة بشكره، بكتب في الاكنولجمنت بشكر فيها رئيس تحرير المجلة والمحكمين، ببدأ أجهز جدول أوضح فيه التعديلات المطلوبة وأرد عليها وأوضح أين تم الرد. فده الجدول اللي احنا قلنا عليه من شوية. نجد الريفيور كومنتس، امبروف ذا موتيفيشن اوف يور ستادي، حسن الحافز من البحث. أنا رديت عليه بقول إيه؟ Thank you for your comments. The motivations are now improved. بقول له الموتيفيشن أنا حسنتها الآن. حسنتها فين؟ في صفحة 3. فهنا المحكم أو رئيس تحرير المجلة هينظر إلى صفحة 3، هيلاقي باراجراف أو فقرة جديدة بتتكلم عن الموتيفيشن. الأفضل إن أنا أعمل هذه الفقرة بلون مختلف علشان يصل إليها مباشرة. المحكم الثاني عنده 3 ملاحظات، بشرح كيف تم الرد على كل ملاحظة من الملاحظات الثلاثة وأين تم الرد. بجهز الجواب دوت وبعمل التعديل على البحث نفسه وبلون الأجزاء الجديدة التي تم إضافتها للبحث، وبعد كده بعمل سبمشن. في معظم المجلات لو كان القرار ماينر ريفيجن أو كونديشنال اكسبتنس في الغالب مش هتروح للمحكمين، وفي الغالب رئيس تحرير المجلة هياخذ القرار بالقبول بعد فترة تتراوح بين 4 أسابيع إلى يعني إلى أظن 3 شهور حد أقصى يعني. وبعض رؤساء التحرير ممكن ياخد قرار في أسرع مما تتخيل، أحيانا بيبقى في يوم أو يومين مجرد ما تسلم البحث لتاخد قرار القبول مباشرة. بعض رؤساء التحرير بيفضل يرسل البحث مرة أخرى إلى محكمين لتأكيد قبول أو عدم قبول البحث. ولكن بصورة عامة الحد الأقصى في الحالة دي 3 شهور حتى تسمع خبر قبول البحث، أو في أسوأ تقدير تسمع خبر طلب تعديلات طفيفة أخرى على البحث. القرار رقم 5 اللي احنا بنسميه Major Revise and Resubmit. Major Revise and Resubmit هنا لو قرأت الإيميل بتاع الرئيس تحرير المجلة مش هتلاقي فيه كلمة Accept، يعني البحث غير مقبول، ومش هتلاقي فيه كمان كلمة Reject، فالبحث ليس مرفوض. واحيانا في بعض المجلات بيعطي لك في الميجر ريفيجن فتره طويله جدا تصل في بعض المجلات الى 12 شهر، يقول لك معاك سنه كامله تشتغل في التعديلات. وبالتالي الميجر ريفايز اند ريسبمت ليست اكسبتنس، ليست كونديشنال اكسبتنس. ميجر ريفايز اند ريسبمت دايما بيشير اليها ان هي ريسكي ريفيجن، يعني انت ممكن تعمل التعديلات ولكن ممكن تاخد رفض بعد عمل هذه التعديلات. فهنا نسبة القبول 50%، نسبة الرفض 50%. فبعض الأساتذة بيعتبروا إن الميجر ريفايز ريسبميت مرحلة حرجة جدا، وبالتالي يجب الرد على تعليقات المحكمين بشكل دقيق جدا. محتاجين نعد الجدول
اللي هو بيقول ما هي تعليقات المحكمين وكيف تم الرد عليها وأين تم الرد عليها. ولكن في نفس الوقت قال لك يا ريت وانت بترد على المحكم، وخصوصا في حالة الميجر ريفايز اند ريسبمت، تتبع 3 قواعد. القواعد لما انا قرأتها من فترة من الزمن وجدت ان في قاعدتين سهلين الفهم واضحين جدا، وفي قاعدة غريبة قوي. القاعدة اللي هي مفهومة، قاعدة رقم 1 وقاعدة رقم 3. قال لك لما بتدي إجابة اعطي إجابة كاملة، answer completely. والقاعدة 3 بتقول لك answer completely ولكن answer with evidence. بمعنى لو انت قلت لي مثلا انت عملت بحثك على مصر، ليه اخترت مصر لمجال الدراسة بتاعتك؟ فلازم اقول لك انا اخترت مصر لاسباب معينة تكون اسباب علمية، اذكر هذه الاسباب العلمية. اقول مثلا مصر في جهود للدولة المصرية في مجال كذا ومجال كذا ومجال كذا، هذه الجهود ليست متوفرة في بلدان أخرى. فأعطي إجابة شاملة علشان أقول أنا اخترت دولة مصر ليه في هذا البحث. ولكن في نفس الوقت مع هذه الإجابة الشاملة لازم أوضح دليل على صدق هذا الكلام. لما أقول مثلا لجهود الدولة المصرية في مجال كذا وكذا وكذا، ما هو دليلي أن للدولة المصرية جهود في هذا المجال؟ فلازم أدعم إجابتي بمرجع علمي علشان أدعم هذا الكلام. فأنسر كومبليتلي يبقى بتعطي إجابة شاملة، إجابة كاملة. أنسر ويز إيفيدنس دعم هذه الإجابة بمراجع علمية، سواء مراجع أكاديمية أو غير أكاديمية. القاعدة الثانية كانت غريبة شوية بالنسبة لي، إن هو بيقول لك أنسر بولايتلي. فلما قرأت المقالة بتاعت ويليامز 2014 قال إيه؟ احيانا الاوثر او المؤلف بيرد رد، ونظرا لضعف اللغه عند المؤلف ممكن يرد رد معين يعتبر رد غير مهذب. فلو انت رديت على المحكم رد غير مهذب، بيبدا المحكم يدافع عن وجهه نظره، فبكل ادب هيعطي لك اجابه مهذبه، اجابه شامله، اجابه بيها دليل انك انت كلامك خطا. فلو عمل كده المحكم احتمال رفض المقالة بتاعتك بيكون كبير جدا. وبالتالي القاعدة هنا بتقول عند الرد على المحكم حاول تتبع أسلوب مهذب في الرد. مازال الكلام كان غامض ليا، لأن برضه أنا مش متخيل إزاي أنا باحث ممكن أكتب رد غير مهذب. ممكن يكون غير مهذب ولكن بدون قصد. فهنا المؤلف أعطانا بعض الأمثلة اللي بتوضح لنا كيف يمكن الرد على المحكمين بشكل غير مهذب. قال لك مثلا ما ينفعش وانت بترد على المحكم تبدا وتقول مثلا ايه؟ We totally disagree with the reviewer. نحن لا نتفق تماما مع هذا المحكم. او الجمله الثانيه، واضح جدا ان هذا المحكم لا يعرف اي شيء عن هذا المجال. او النقطه الثالثه، واضح جدا ان فيه سوء فهم من قبل المحكم. او النقطه الرابعه، هذه النقطه نقطه ظالمه او نقطه غير عادله من المحكم. هنا النقاط ديت من وجهة نظر مؤلف المقالة بتقول إن المحكم في هذه الحالة هيبدأ يدافع عن نفسه بشكل مهذب، بشكل كامل، بدعم لكلامه بمراجع علمية. وبالتالي عشان تتجنب هذه النقاط، اقترح المؤلف ومجموعة من المؤلفين وسائل كثيرة جدا للرد بأدب على المحكم. مثلا لو شفنا الجملة الأولى، بكل أدب بنقول we agree with the reviewer that، نحن نتفق مع المحكم أن كذا وكذا وكذا. فكونك اتفقت معاه أظهرت نوع من أنواع الأدب والتقدير لوقت هذا المحكم. ولكن بعد كده بتجد كلمة but، ولكن، فبعد كلمة ولكن قول كل شيء أنت عايز تقوله بشكل يعني شامل، بشكل كامل، مع تدعيم ما تقوله بمراجع علمية. فيبقى احنا ردينا بأدب ثم أعطينا إجابة شاملة لوجهة نظر تانية مع تدعيمها بمراجع علمية. فكل الجمل دي فيها جزء مهذب بنعمل تقدير لوقت المحكم وعرضه وأفكاره الجيدة، ولكن مختلفين معاه، فعند الاختلاف بنشرح أسباب الاختلاف بشكل شامل وكذلك بشكل مدعم بمراجع علمية. فهنا بنقول احنا في مرحله حرجه جدا، مرحله الميجر ريفايز اند ريسبميت. وبالتالي اذا كان عندنا ميجر ريفايز اند ريسبميت،
محتاجين نتأكد إن إحنا ردينا على كل تعليقات المحكمين. لو ما ردناش على كل تعليقات المحكمين، إيه اللي ممكن يحصل؟ ممكن ناخد فرصة تانية ميجر ريفايز اند ريسبميت، تعديلات جوهرية تانية. ممكن البحث يرفض تماما، أو ممكن يرفض مع إعطاء فرصة أخرى للباحثين إن هم يعيدوا إرسال البحث في المستقبل لنفس المجلة. وبالتالي محتاجين نرد على كل تعليق من تعليقات كل محكم على حدة. القرار السادس وقبل الأخير هنا قرار الرفض. أحيانا بيكون رئيس تحرير المجلة شايف فكرة البحث جيدة، بيرسلها لمحكمين خبراء في مجال بحثك، الاتنين محكمين رفضوا. في الشريحة اللي قدامنا هنا بيقول لك أنا آسف جدا، البحث سوف يرفض لأن المحكمين أوصوا برفض هذا البحث، وبيرفق مع الإيميل بتاعه التقرير الخاص بكل محكم على حدة. أحيانا بنجد رئيس تحرير المجلة بيحاول يختصر لك أسباب الرفض، فالموجود باللون الأحمر أحد رؤساء تحرير المجلة بيقول لك ده سبب الرفض. سبب الرفض إيه؟ السؤال البحثي غير واضح، الفروض البحثية ضعيفة، المساهمة البحثية غير كافية، أو النص المكتوب أو الكتابة الأكاديمية كتابة ضعيفة. طيب لو جالك رفض المفروض تعمل إيه؟ أول حاجة قبل ما نعرف المفروض تعمل إيه، محتاج تعرف أسباب رفض البحوث العلمية. فطبعا أسباب رفض البحوث العلمية أسباب كثيرة جدا، أبرزها عدم وجود مساهمة بحثية. فلو ما فيش مساهمة بحثية أو المساهمة البحثية غير كافية قد يرفض البحث. السؤال البحثي إذا كان سؤال بحثي قديم ليس جديدا قد يرفض البحث. إذا كان الموتيفيشن غير واضح بيرفض البحث. إذا كان الإطار النظري أو النظرية غير موجودة قد يرفض البحث. إذا كان يوجد خلل في المنهجية يرفض البحث. لو الباحث لم يعكس أو يوضح انعكاس النتائج على الواقع العملي قد يرفض البحث. إذا كان البحث مكتوب بشكل سيء من ناحية اللغة أيضا قد يرفض البحث. أحيانا من أسباب رفض البحث هو اعتماد الباحث على مراجع منشورة في مجلات غير رصينة أو مجلات ضعيفة. وأحيانا يرفض البحث إذا كان أو إذا تم اكتشاف أن البحث أرسل إلى أكثر من مجلة في نفس الوقت. وبالتالي أنت كباحث إذا رفض البحث بعد فترة انتظار تتراوح بين 3 شهور إلى 6 شهور، ماذا تفعل؟ طبعا إذا رفض البحث لا يوجد أي مبرر لأي سوء تصرف مع رئيس تحرير المجلة. رئيس تحرير المجلة بيقوم بواجبه كأستاذ جامعي كمسؤول عن مجلة بيراعي الأمانة العلمية. رفض البحث نظير رفض المحكمين، وبالتالي لا يوجد أي داعي لإرسال أي إيميل لرئيس تحرير المجلة بشكل سيء. المطلوب من الباحث في الحالة دي إن هو يقدر يفهم أسباب الرفض. لن يتعلم الباحث إلا إذا علم أو إذا تعلم أسباب الرفض. بيبدأ الباحث يقرأ الملاحظات اللي هي أشار إليها المحكمين، ويبدأ يعالج البحث قدر المستطاع لتحسين جودة البحث قبل إرساله إلى مجلة أخرى. لأن الباحث لو استعجل ووصل له الرفض اليوم وأرسل البحث إلى مجلة أخرى في نفس الوقت، ممكن المجلة الأخرى ترسل البحث إلى نفس المحكم، وبالتالي يرفض البحث مرة أخرى. وبالتالي لا داعي للاستعجال، نحاول نعالج النقاط التي أشار إليها المحكمين قدر المستطاع قبل إرسال البحث إلى مجلة أخرى. النقطة الأخيرة أو القرار الأخير اللي إحنا بنسميه Reject and Resubmit. Reject and Resubmit معناه إيه؟ نحكي الحكاية من أولها. أرسلت البحث، الرئيس تحرير المجلة عجبته فكرة البحث، أرسله إلى محكمين خبراء في الأريا، الاتنين محكمين رفضوا البحث. فلما رفضوا البحث رئيس تحرير المجلة ما زال يرى ان هذا البحث بحث جيد، فبيعمل ايه؟ بيقول لك انا اسف جدا، انا مضطر ارفض البحث بناء على تقرير المحكمين، ولكن انا شايف البحث جيد، فانا بعطيك الفرصه انك انت تعالج النقاط التي ذكرها المحكمين وتطور من البحث وتعيد ارساله مره اخرى الى نفس المجله. في هذه الحاله ممكن يكون ليك فرصه كبيره ان البحث ياخد تعديلات طفيفه ثم ياخد اكسبتنس. طيب انت كباحث لو جالك هذا العرض ممكن تعمل ايه؟ طبعا لو جالك العرض ان البحث رفض
وليك دعوة إنك تعيد إرساله إلى نفس المجلة، أنت معاك دلوقتي خيارين. الخيار الأول إنك توافق على هذا العرض وتبدأ تعدل البحث بناء على تعليقات المحكمين ثم ترسله إلى نفس المجلة. هنا احتمال المجلة أو رئيس التحرير يرسله إلى نفس المحكمين إذا وجد أن الباحث قام بكل التعديلات المطلوبة التي طلبها المحكمين، أو إذا وجد أن الباحث لم يستطيع القيام بكل التعديلات ممكن يرسلها إلى محكمين جدد. البديل الثاني قدامك كباحث أن البحث رفض، وبالتالي أنت لك كل الحق في إرسال هذا البحث إلى مجلة أخرى. فإذا نويت أن ترسله إلى مجلة أخرى ياريت تاخد في حسبانك أن المجلة الأخرى ممكن ترسل نفس البحث لنفس المحكمين، وبالتالي من الأفضل هنا أن أنت تعمل إيه؟ من الأفضل أنك أنت تجري بعض التعديلات الطفيفة أو الجوهرية إذا كان وقتك يسمح على البحث قبل إرساله إلى مجلة أخرى. طيب دي النقاط اللي أنا حبيت أن أنا أتناقش معها فيكم اليوم قبل ما نفتح مجال للأسئلة والتعليقات من الزملاء. بتوصية من الدكتور ممدوح طلب مني أن أنا أعد مجموعة من الأسئلة، خليها طالب كده نشوف. دكتور ممدوح بس معانا؟ الله يعافيك، بس إننا نبغى الحضور الكرام يعبون الاستبيان للحصول على الشهادة من جمعية الاقتصاد السعودية، تمام. يا ريت إنكم تعبون بس الاستبيان على أساس إنه يكون بالاسم الصحيح بالإيميل الصحيح ورقم الجوال. الله يسعدكم يا ربي، بس لو تعطيهم 3 دقائق يا دكتور على أساس نعم، الحضور يعبون الاستبيان تمام، تفضل. للشهادة. بالنسبة لتعبئة الاستبيان موجود في الشات، الله يسعدكم بخصوص شهادة الحضور. بروفيسور خالد تقدر تكمل، الله يسعدك. طيب أنا هكمل. هو عبارة عن كويز في مجموعة من الأسئلة اللي هي برضو بتختبر مدى تفهمنا لموضوع النشر الدولي. فالسؤال موجود قدامكم. السؤال الأول بيتكلم على الهدف من عملية البير ريفيو. البير ريفيو اللي هي مراجعة البحوث العلمية. ليه إحنا بنراجع البحوث العلمية وبعد كده نقرر إذا كنا نقبل البحوث العلمية أو نرفضها؟ الدكتور حسين القحطاني قال سي. ممكن الزملاء يكتبوا الإجابة في الشات. هل سي هي الإجابة الصحيحة
نرمين ممدوح سي. شكرا. طيب يعني واضح ان في اتفاق حتى الان على سي. فعلا الاجابه الصحيحه سي، لان احنا فعلا بنستخدم البي ريفيو علشان نحدد هل نقبل البحوث او رفضها بعد اعطاء فيدباك على بعد اعطاء فيدباك على المانسكريبت. طيب في سؤال تاني. When deciding to accept or reject a research paper, which of the following factor is often considered the most crucial؟ هل احنا بنعتمد على قبول البحث او رفض البحث على سمعة المؤلف، ولا على الحداثة واهمية البحث، ولا على طول او حجم الورقة العلمية، او على النمبر، على عدد المراجع العلمية الموجودة؟ طيب ممتاز. طبعا الإجابة القبول أو الرفض بيتم بناء على الحداثة في البحث نفسه. طيب ناخد سؤال ثالث. In the peer review process, what does the term revise and resubmit mean؟ لما نقول revise and resubmit معناها إيه؟ هل معناها accepted without change, major revision, rejected أو minor edits؟ تمام. دلوقتي في اختلاف، في اختلاف، لأن فعلا السؤال ممكن يكون مش دقيق 100%. هو جرى العرف على كلمة revise and resubmit مع الميجر، فهي الميجر ريفيجن، ولكن الريفايز اند ريسبميت أيضا ممكن تكون ماينر ريفيجن. فالإجابة الصحيحة هي بي، ولكن دي أيضا ممكن تكون صحيحة لو احنا بنتكلم على ماينر ريفايز اند ريسبميت. فبي اند دي ممكن تكون إجابة صحيحة. طيب هنا بنشوف ايه هو الدور الرئيسي لرئيس تحرير المجلة فيما يتعلق بقبول أو رفض الأوراق العلمية. الدكتور محمد الصاوي طبعا قال بي، وفي سي، وفي هنا في اختلاف. الحمد لله الاختلاف رحمة. طبعا هو الدور الرئيسي وأبرز دور لرئيس تحرير المجلة العلمية هو اتخاذ القرار النهائي بخصوص الورقة العلمية، قبول أو رفض الورقة العلمية. دي ممكن تكون إلى حد ما قريبة، ولكن الـ coordinating the review process ممكن تكون وظيفة الـ associate editor وليس الـ editor. رئيس تحرير المجلة هو صاحب القرار النهائي. بي الأخت خولة قالت بي finalizing the formatting of the paper، دي وظيفة الـ author وليس الـ editor. طيب What is the common reason for rejecting a research paper during peer review? The paper is too short. The research is not aligned with the journal. Affiliation of too many authors on the paper. أكيد الإجابة طبعا B، إن البحث لا يتفق مع المجلة. الأخت سامية قالت D، too many authors، عدد المؤلفين لا يؤثر على قبول أو رفض البحث. طب نشوف واحدة كمان. How does the acceptance rate of a journal impact the perception prestige of the published paper؟ الإجابة ظهرت مع الأسف. طبعا هنا بالنسبة للacceptance rate، كل ما كان الacceptance rate قليل كل ما دل على جودة المقالة العلمية. سبعة، احنا معانا 10 أسئلة بس، يعني ان شاء الله سبعة وهوقف. رقم سبعة. What information is typically hidden from the reviewer؟ دي معلومة ما قلتهاش أثناء المحاضرة.
احنا لما بنرسل البحث الى المجلة، انا كمؤلف بعمل ايه؟ بفصل الصفحة اللي فيها اسم المؤلف واسم الجامعة واي بيانات شخصية عنه عن ورقة البحث نفسها، فبقدم فايلين. الفايل الاول بيسميه تايتل بيج، والفايل الثاني بنسميه مانسكريبت. طبعا كلكم مشكورين، اجبتوا الاجابة الصحيحة. فاحنا بنخفي الصفحة اللي فيها معلومات عن المؤلف واسم الجامعة. طيب رقم 8، What is the purpose of a decision letter sent to author after the peer review process؟ الدكتورة نرمين قالت دي، والدكتورة منيرة، أستاذ أو الأستاذة نهال، ريهام، آيفون. طبعا الديسيشن ليتر بيغطي فعلا كل النقاط اللي مذكورة في الشريحة، كل هذه النقاط بنجدها في الديسيشن ليتر. السؤال قبل الأخير، What role do ethical consideration play in the decision to accept or reject a research paper؟ هل الـ ethical consideration has no impact or major impact or minor impact or consider only for experiment studies؟ طيب ما شاء الله عليكم، انا افشل حسيتكم يعني. لا، هي طبعا الاجابه الصحيحه هي B، major impact. طيب السؤال الأخير قبل ما نختم المحاضرة ونسمع الأسئلة، What is the significance of the fast track option in some journal submission process؟ في بعض المجلات تقول لك هنعمل fast track، تدفع مبلغ مادي كبير جدا نظير إنك أنت تاخد القرار في وقت سريع. هل لما بتدفع تاخد اوتوماتيكلي اكسبتنس، ولا بتسرع عمليه الريفيو، ولا ديت في مجموعه معينه من الابحاث، ولا عشان ما تاخدش موضوع البير ريفيو بروسيس؟ طبعا في اختلاف في الاجابات هنا. طبعا المجالات اللي فيها الفاست تراك الغرض الاساسي منها هو، طبعا شايف الاجابات الاخيره كلها بتقول بي، فعلا الاجابه بي، انت بتدفع اكسترا ماني عشان تسرع من عمليه المراجعه. فبيحصل ايه؟ ممكن مثلا المجله تقول لك لو دفعت مثلا 1000 يورو هنبعت المقال للمحكمين ونطلب منهم التحكيم خلال اسبوعين، ونعطيهم كمان اجر نظير التحكيم السريع دوت، ولكن هذا التحكيم لن يضمن قبول او رفض الورقه العلميه. اشكركم جزيلا على ساعه صدركم واستحمالي هذه الفتره ساعه وربع، ونكمل معكم إن شاء الله. أي أسئلة أو استفسارات أو أي تعليق أحب أسمعه منكم إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور ممدوح، وشكرا للجمعية، جمعية الاقتصاد السعودية، على الدعوة. الله يسعدك يا السلام بابا. عليكم. السلام عليكم أستاذ خالد. عليكم السلام. بداية للجمعية وكل قائمين على هذه المبادرة، كل الشكر والامتنان. وعشان أختصر الوقت، أنا عندي سؤالين. الأول متعلق بالمحكمين، هل يتم اختيار المحكم بناء على المجال العلمي اللي تم العمل عليه؟ السؤال الآخر، هل هذا السؤال لحضرتك والكل المتواجدين، هل يمكن الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه بأكثر من مشرف أم لا؟ طبعا يهمني أن يكون بحسب التعليم في بريطانيا. وشكرا لكم. طيب بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الأول، كيف يتم اختيار المحكمين؟ بشكل مختصر جدا بيتم اختيار المحكمين اللي هو ذوي الخبرة في الفكرة البحثية. فأنا مثلا لو حضرتك أرسلت بحث للمجلة الخاصة بيا، بشوف قائمة المراجع وأشوف المحكمين اللي اعتمدت عليهم في كتابة البحث، ويتم الاختيار المحكمين من ضمن الباحثين الذين تم الاستشهاد ببحوثهم داخل متن البحث الخاص بك. أحيانا بيتم اختيار المحكمين من خلال خبرتي انا كرئيس تحرير مجله، ان انا شغال في الاريا واعرف مين هم الباحثين المميزين في هذا المجال. كذلك يمكن اختيار المحكمين عن طريق الباحث نفسه
الباحث يرشح بعض الأسماء داخل الكفر ليتر كما ذكرت بالمحاضرة، فإذا اقتنع رئيس تحرير المجلة إن هذه الأسماء باحثين مختصين بالمجال ولا يوجد علاقة مباشرة بينهم وبين الباحث، في هذه الحالة ممكن إرسال البحث إلى هؤلاء المحققين. بالنسبة للسؤال الثاني، الإشراف على رسالة الماجستير والدكتوراه في بريطانيا، الماجستير بيكون مشرف واحد فقط، لأن فترة الماجستير في بريطانيا بتكون رسالة 3 شهور فقط، وبالتالي لا يوجد داعي لوجود أكثر من مشرف على رسالة الماجستير. ولكن بالنسبة لرسالة الدكتوراه، نعم الجامعات البريطانية تسمح بعدد مشرفين، العدد الأقصى 3 مشرفين على الطالب، يعني الحد الأدنى مشرفين، ويسمح أيضا بوجود أكثر من مشرفين، يعني 3 مشرفين على رسالة الدكتوراه. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا دكتور خالد، وشكرا جمعية الاقتصاد على هذه المحاضرة القيمة. أنا يعني سؤالي بس إنه هل مثلا أنا قدمت بحث علمي وما تم قبوله وقررت إني ألجأ لمجلة علمية أخرى، هل من باب الأمانة إني أعطيهم خبر إني أنا سبق وأعطيته مثلا مجلة علمية مثلا وتم رفضه؟ وهل لأني أذكر أسباب الرفض؟ فالسؤال الثاني مثلا أني اكتشفت أنه أحد أعضاء اللجنة العلمية في المجلة الأخرى موجود أيضا في نفس المجلتين، يعني فهل يحق لي مثلا كباحث أنا أو عفوا كعضو لجنة علمية أني أعطي المجلة خبر أنه هذا البحث تم رفضه مسبقا؟ وشكرا. طيب بارك الله فيك وجزاك الله خير على الامانه العلميه اللي عندك. يعني من طبعا لو البحث قدم الى مجله علميه وقامت المجله العلميه برفض هذا البحث، لا يوجد اي الزام اخلاقي او غير اخلاقي على الباحث انه يذكر ان هذا البحث رفض في مجله سابقه. فحضرتك اول ما يجي لك الرفض من المجله العلميه، قد يكون الافضل معالجه اسباب الرفض. اذا كان الرفض بسبب لغه نعالج اللغه، او بسبب خلل في المنهجيه نعالج الخلل، أو عدم وضوح بعض النقاط نوضح هذه النقاط. ولكن لا يوجد أي إلزام ولا أي متطلب من متطلبات المجلات الأخرى إن الباحث يذكر إن هذا البحث رفض من قبل في مجلة ما. وبالتالي لا يوجد أي ضرورة ولا أي داعي لذكر إن هذا البحث تم رفضه في مجلة أخرى. فلا يوجد داعي لهذا الأمر. وإذا كان يوجد عضو لجنة في مجلة رفضت البحث موجود في المجلة الأخرى، هذا لن يمثل أي عامل سلبي أو إيجابي حتى على البحث. لذلك بقول لما البحث يرفض في المجلة، يا ريت إن إحنا نأخذ التعليقات المتعلقة بالرفض بعين الاعتبار ونحسن من جودة البحث، لأن فعلا ممكن يروح البحث لمجلة أخرى يرسل إلى نفس المحكمين، أو نجد في المجلة الأخرى أعضاء مجلس إدارة المجلة موجود في المجلتين فيكون عارف تاريخ هذا البحث. فإذا وجد أن البحث رفض في المجلة وقام الباحث بإرساله مباشرة إلى مجلة تانية بدون إجراء أي تعديلات، قد يرفض البحث مرة أخرى. ولذلك لتجنب هذا الأمر ينبغي عدم ذكر أن البحث رفض، ولكن في نفس الوقت يفضل أن احنا نحسن من جودة البحث قبل إرساله إلى المجلة الأخرى. لو سمحت، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا حابب أشكر جامعة الاقتصاد على المحاضرة القيمة، وشكرا جدا لحضرتك دكتور، ربنا يجزيك كل خير إن شاء الله. جزانا وياك. هو كان الاستفسار دكتور، لو أنا أخذت تعديلات على بيبر معينة كنت بعتها للجورنال وأخذت تعديلات، بس من ضمن التعديلات أنا شغال فيهم على سبيل المثال هم 10 تعديلات، فأنا عملت 1 2 3 4، جيت رقم 5 أنا مش فاهمه، أو مش يعني مش فاهمه، أو أنا مش حابب أعمله، أو حاسس إن هو يكون كبير هياخد وقت، أو إن أنا مش فاهم هو يقصد إيه، فالأفضل إن أنا أسيبه ولا أرد رد، برغم إن أنا عارف إن ردي ده مش هي الإجابة عليه، فهيكون إيه الحل؟ ولو أنا سبته فممكن البحث لما أبعته هياخد وقت تاني علشان يردوا عليا ويقولوا لي أعمل التعديل، ففي الحالة دي بيكون الرد إزاي على عليك زي كده؟ شكرا يا دكتور. بارك الله فيك. طبعا هنا في نقطتين، النقطة الأولى لو أنت مش فاهم المطلوب منك في التعديل، هنا الأفضل أنك تبعت لرئيس تحرير المجلة وتقول له صراحة إن هذا الجزء من التعديلات أنت مش فاهم المقصود بيه إيه. فرئيس تحرير المجلة بيتواصل مع المحكم ويطلب منه شرح تفصيلي للجزء المطلوب بالظبط. دي نقطة. النقطة الثانية، لو أنت غير متفق مع رأي المحكم، يعني المحكم بشر يصيب ويخطئ، فإذا كان المحكم من وجهة نظرك خطأ وكلامه غير علمي، تتبع الخطوات الثلاثة اللي أنا قلت عليها في المحاضرة. ترد عليه بكل أدب، تشكره على رأيه العلمي،
تتفق الى حد ما مع هذا الراي، ولكن في نفس الوقت تقول ان في وجهه نظر علميه اخرى بتقول وجهه نظر مخالفه، تشرحها بشكل تفصيلي وتكتب المراجع اللي بتدعم وجهه نظرك. فاحيانا بيكون المحكم غلط، فبقول له مثلا انا ممكن اعمل هذا الغلط، ولكن هذا الغلط اللي مطلوب او اللي مطلوب اصلا مش غلط، قد يكون صحيح ولكن خارج نطاق البحث. فانا ممكن اعمله واضعه في الريبلاي بتاع اللي هو الريبلاي تو ذا ريفيورز، اللي هو الملف اللي انت بترد فيه على تعليقات المحكمين، ولكن مش هتحطه في البحث نفسه. فهي المشكله لو انت مش فاهم اطلب توضيح، لو انت غير متفق اختلف معاه ولكن بادب وبالتفصيل العلمي مع الاستشهاد بمراجع علميه. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور، شكرا بارك كريما الله فيك، جزيلا. بارك الله فيك. هل في أسئلة أخرى؟ دكتور خالد، أنا عندي بعض الاستفسارات. اتفضل اتفضل. أولا جزاك الله خير على هذه المحاضرة القيمة، ولعلها فرصة طيبة جدا يعني السماع منك قامة مثلك دكتور. أنا عندي عدة بارك الله فيك. استفسارات. الأول يمكن يتعلق ب، لو كان هناك تعارض بين آراء المحكمين حول نقطة معينة، فما هي أفضل استراتيجية للتعامل مع هذه الحالة؟ النقطة الأخرى، الرد، قد تكون هناك بعض الملاحظات من أحد المحكمين، لا تستلزم أني أضع الرد في متن الريفايزد فيرجن. هل ممكن فقط أرد عليه على المحكم في رسالة الرد وأكتفي بذلك، أو قد يكون هذا يعني يراها المحكم نقطة سلبية؟ النقطة الثالثة والأخيرة، وهذه يمكن فيها جزء كبير من التقدير، في بعض الحالات إذا كان الهدف أني أبي أنشر في مجلة، يعني مثلا خلينا نقول في الاي بي اس 3 ستار، في بعض الحالات ممكن، وهذه نصيحة ممكن ذكرت في المحاضرة، أن نحاول نستخدم الدراسات السابقة في المجلات الرصينة. لكن في بعض الحالات تكون مثلا فكرة البحث اللي أنا أعمله، هناك دراسة مشابهة للفكرة لكنها في مجلة، خلينا نقول يعني من المجلات يعني الغير رصينة، أو ما أعرف كيف أصنفها، لكنها موجودة فكرة مشابهة. فهل ضروري أو أنا ملزم أني أذكرها في الليترشر ريفيو وأعلق عليها، أو ممكن أني أتجاهلها لهذا السبب؟ لأني إذا ذكرتها هناك نقطة أني ذكرت مجلة غير رصينة، وإذا لم أذكرها كأني خلينا أقول غضيت النظر عنها. فإيش رأيك مع هذا الشفط الاستراتيجية نتعامل مع هذه النقطة؟ شكرا جزاك الله طيب خير. بارك الله فيك وجزاك الله خير. بالنسبة للنقطة الأولى، في حالة التعارض بين آراء المحكمين يجب عليك كباحث إنك أنت تاخد أحد الآراء. أكيد طبعا لو أخذت أحد الآراء هتتعارض مع الرأي الآخر، وبالتالي لا يوجد أي ضرر إنك ممكن في رسالة الرد توضح إنك أنت أخذت رأي أحد المحكمين وتعمل سبورت لهذا الرأي من الناحية العلمية بشكل زي ما قلت بشكل تفصيلي، وكذلك شكل مدعم بدراسات سابقة، وتشكر المحكم الآخر على رأيه، ولكن تشرح بشكل مهذب جدا إن هذا الرأي مردود عليه أو يوجد وجهة نظر أخرى معارضة اللي هي وجهة نظر المحكم الأول، وإنت مع وجهة نظر المحكم الأول لبعض الأسباب العلمية اللي هتذكرها بالتفصيل مع تدعيمها بدراسات من الدراسات السابقة. فدي النقطة الأولى في حالة التعارض، يعني بتحاول تميل الكفة إلى أحد المحكمين وتعمل سبورت لرأيه علميا، وبتشكر المحكم الثاني وتحكي انك تقول انك انت عالجت هذا الامر باتباع احد المحكمين لان هذا الرأي اقرب الى الصواب. الحاجه الثانيه، بعض المحكمين بيعطي ملاحظات كثيره جدا بتكون خارج نطاق البحث نفسه. يعني لو ما تدرس كذا، طب واعمل كذا واعمل كذا، وانت عايز تريح المحكم علشان توصل لمرحله الاكسبتنس، ولكن لو اضفت كل شيء بيطلبه المحكم هيكون حجم البحث كبير جدا والبحث هيكون مشتت. ففعلا من ضمن الاقتراحات ان انا ممكن ارد على المحكم داخل رساله الرد فقط، واذكر ان هذا الموضوع خارج نطاق البحث نفسه. او اكتب مثلا، اعمل فوت نوت، الفوت نوت مثلا بكتب فيها هامش من الهوامش بشرح بشكل مختصر جدا اهم النتائج اللي توصلت اليها، ولكن في الرد نفسه ممكن اشرح اي دليل او اي جداول او اي شيء زياده انا شايف من وجهه نظري لو وضعته في البحث ممكن يشتت ذهن القارئ. دي حصلت معايا في اكثر من بحث، بيطلب مثلا المحكم ان انا ادخل متغيرات جديده جدا ليس لها علاقه بموضوع البحث،
فانا بدخلها وبعمل التحليل المطلوب واقول له هذه النتائج لم تؤثر على موضوع البحث، ولكن وجود هذه النتائج داخل متن البحث ممكن يؤثر سلبيا ويشتت القارئ، فبيتفق مع المحكم في هذه الحاله. بالنسبه للسؤال الثالث، سؤال جميل جدا، لو انا عايز انشر مثلا في مجله رصينه وليكن اي بي اس 3 ستار، ولكن في نفس الوقت انا على درايه ان في بعض المقالات المنشوره في مجلات غير رصينه. احنا مثلا بنشتغل مثلا على مصر او على السعوديه او اي دوله من دولنا العربيه. من باب الامانه العلميه اذا وجدت اي مقاله منشوره باللغه العربيه في اي مجله محليه، من باب الامانه العلميه يجب عدم تجاهل هذه المقاله. وبالتالي بقول ممكن مسموح يكون عندك مقاله اثنين ثلاثه، بس ما تكونش نسبه المقالات الضعيفه او المقالات المنشوره في المجلات المحليه ما تزيدش عن 10%، علشان ما يبقاش بحثك كله مبني على مجلات ضعيفه. ولكن احيانا في بعض التخصصات، لو قلنا مثلا هنتكلم على التمويل الاسلامي، بنجد ابرز المراجع العلميه في التمويل الاسلامي هي الكتب والمقالات المنشوره بالمجلات المحليه في الدول العربيه. فهنا التخصص نفسه ممكن يجبرني ان انا اعتمد بشكل كبير جدا على مجلات محليه حتى لو انا ناوي انشر في مجله رصينه. فهنا الموضوع بيكون تقديري بالنسبه لرئيس تحرير المجله. يعني وانا موضوع بحثي عن بريطانيا واستعنت بمقالات منشوره كثيره في مصر، ممكن بحثي يرفض. ولكن لو بحثي عن مصر واستعنت ببحوث منشوره في المجلات المصريه في الجامعات المصريه، مجلات محليه، هنا في الحاله ديت قد يكون الموضوع مقبول، لان انا هنا عندي امانه علميه اشرت الى ما تم نشره في المجلات المحليه. جزاك الله خير، واضح شكرا لك. بارك الله فيك. الدكتور عبد العزيز يونس خالد، تفضل. الصوت مقفول، دكتور عبد العزيز لو سمحت افتح الصوت وتكلم. في أحد عنده أي سؤال، أي الو، استفسار؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. معالي الدكتور، معلش بعد إذنك، سؤالي هو أنا في كثير من الأحيان تعرضت ليه، اللي هو مسألة إن كثير من المحكمين يكون الرد عام، بمعنى إنه يبعث لك مثلا على سبيل المثال بيقول لك مثلا لقد تم رفض البحث بدون أي مثلا إجراء، يعني لحد ما تعرفش مثلا إيه هو الخطأ يعني عشان أنت تعالجه يعني. والله دي حالة نادرة جدا، يعني من واقع خبرتي ومعرفتي لما بيجي لك رفض بيكون في سبب. يعني يقول لك مثلا البحث رفض لأن مثلا ما فيش مساهمة بحثية، أو البحث دوت الفكرة مش جديدة، أو البحث من ناحية اللغة ضعيف، أو البحث خارج نطاق المجلة. بس رفض بدون أسباب ما شفتهاش من قبل. ولكن لو جالك رفض بدون أسباب، أنسب وسيلة هنا إنك تتواصل مع رئيس تحرير المجلة وتطلب منه معرفة أسباب رفض البحث حتى يمكن تجنبها في المستقبل. شكرا شكرا معالي الدكتور. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أولا إزاي أقدر أسأل؟ تقدري تسألي دكتورة إسراء عن طريق إرسال إيميل لرئيس تحرير المجلة. يعني تقدري من خلال موقع المجلة تجدي الاسم رئيس تحرير المجلة أو أحد المساعدين والإيميلات، ابعتي له إيميل اسأليه قولي له البحث بتاعي رفض، فأنا عايز أعرف أسباب الرفض حتى أتجنبها في المستقبل. طب انا بعد اذنك حضرتك عندي سؤال لحضرتك، هو انا لو مطلعه بحث من البي اتش دي بتاعتي، هل المفروض ان انا اذكر حاجه زي كده، يعني ان انا اقول ان دي جزء من البي اتش دي برضه كنوع من انواع الامانه، بلس انه البي اتش دي بتكون فيها اكتر من يعني بكون انا بدرس فاريبلز كتيره وعلاقات كتيره لانها بي اتش دي، فهل انا ممكن اختار مثلا جزء او تو هايبوثيسز مثلا هم دول اللي انا اركز عليهم واعملهم كبيبر، وايه طريقه بقى تحويل الثيسس لبيبر، هل في طريقه معينه ولا هو بيكون انا مجرد باخد الريسيرش بتاعي والنتائج وابدا ان انا اكتب البيبر بتاعتي؟ طيب تمام. هو طبعا رسائل الماجستير والدكتوراه تعتبر أعمال بحثية غير منشورة، فالطبيعي جدا إن الباحث ممكن ينشر أي جزء من رسالة الماجستير أو من رسالة الدكتوراه. ولكن أحيانا ممكن تواجهك مشكلة موضوع التشابه. لو دخلنا مثلا البحث المرسل إلى المجلة على برنامج تيرنت إن، ممكن يقول مثلا البحث متشابه بنسبة 100%
مع رسالة الماجستير إذا كانت الرسالة نوقشت ومنحت. وبالتالي الأفضل إن إحنا لما نقدم بحث من بحث من رسالة الماجستير أو الدكتوراه، إن إحنا نكتب إن هذا البحث عبارة عن جزء من رسالة الماجستير أو الدكتوراه اللي اتناقشت في جامعة كذا تحت إشراف الأساتذة فلان وفلان وفلان. فمن باب الأمانة العلمية بنذكر إن البحث مأخوذ من رسالة الماجستير أو الدكتوراه، مع الشكر لنا طبعا لجنة التحكيم اللي هي ساعدت في تحسين جودة هذا البحث. تحويل رسالة الماجستير إلى أو الدكتوراه إلى أوراق بحثية عملية سهلة جدا. أنت عارفة محتوى الورقة العلمية، فبتشوفي مثلا أحد الأهداف أو أحد فروض البحثية اللي استخدمتيها داخل الرسالة، وبتكتبي ورقة علمية فيما يتعلق بهذا الهدف أو بهذا الفرد فقط. فبتشوفي كل عناصر الورقة العلمية من البداية إلى النهاية، ولكن بتركزي على نقطة واحدة أو هدف واحد أو سؤال بحث واحد عشان بيكون البحث هنا أكثر تحديدا. ألف شكر لحضرتك يا دكتور، ألف شكر. بارك الله فيك. أشكرك يا بروفيسور خالد باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية واللجان، اللجنة العلمية واللجنة الإعلامية واللجنة الشراكات والاستثمار. نشكر جميع من حضر، نشكر البروفيسور خالد شكر خاص على شرح الوافي والكافي. شكر لجميع الحضور، أشكركم، لولاكم أنتم يعني أثريتونا بأسئلتكم، أثريتونا بوجودكم. الله يوفقكم ويعطيكم العافية، وإن شاء الله نلتقي في إن شاء الله الشهر الجاي في موضوع جديد بإذن الواحد الأحد. بإذن الله رب شكرا العالمين. لكم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.